هذه النشرة برعاية ليبا بريد اس سي مابلر. اهلا ومرحبا بكم الى نشرة الاخبار من الكومبس. قسم الأخبار في الإذاعة السويدية يكشف عن عيوب خطيرة في النظام الأمني لتكنولوجيا المعلومات في بعض الهيئات والبلديات والشركات السويدية. وأظهر مسح أجراه قسم الأخبار إيكوت الآلاف من الأنظمة الضعيفة التي تستخدم للسيطرة على شبكات الصرف الصحي والتدفئة والإنذار من الحريق. فلا يوجد كلمة مرور للسيطرة على الأنظمة في أكثر من 1000 نظام. ويتزايد في وقتنا الحالي ارتباط المجتمع بشبكة الإنترنت والتعامل معها عن بعد، حيث تبين أن أكثر من 7000 نظام يعاني من قصور أمني. حزب المحافظين في يوتبر يريد حظر التسول في الأجزاء الوسطى من المدينة وفقا لما كتبته صحيفة يوتبر بوست. واقترح اجتماع للحزب عقد الشهر الماضي حظر التسول في عموم البلاد، وسيقوم أعضاء الحزب في يوتبر اليوم بتقديم المقترح إلى المجلس البلدي. وكتب في المقترح أن العديد من سكان المدينة وزوارها يتضايقون من متابعة المتسولين لهم عند مرورهم في الشوارع والأماكن العامة. وكانت بلديتي سالا وفيرينغ قد حظرتا التسول من قبل، ولكن في كلتا الحالتين جرى إلغاء ذلك من قبل المجلس الإداري للمقاطعة على أساس عدم اتفاقه مع التشريعات التنظيمية. محكمة أربرا الابتدائية تصدر اليوم 3 أحكاما بالسجن ضد رجلين بعد إدانتهما بتهمة الاتجار بالبشر وإرغام مواطنين بلغاريين على التسول بعد خداعهم واستقدامهم إلى السويد. وعقب تحقيق شامل وفريد من نوعه حكمت المحكمة على الرجلين بالسجن لمدة 4 أعوام وشهرين وطردهما من السويد ومنع دخولهما إلى البلاد لمدة 10 سنوات بعد قضاء محكوميتهما، كما أنهما سيدفعان تعويضات مالية إلى 7 من المدعين. وكانت قوى من الشرطة السويدية داهمت مبنى صناعيا يقع بضاحية صغيرة في منطقة ليوسنار بيرغ في أربرو يوم 19 يناير الماضي، وعثرت فيه على 15 شخصا بالغا وأطفالا كانوا يعيشون في بيئة غير صالحة للعيش مطلقا مع مراحيض مكسورة وطعام متعفن. الشرطة الألمانية اعتقلت اليوم 6 سوريين يشتبه بأنهم خططوا لاعتداء باستخدام أسلحة أو متفجرات باسم تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وقال مكتب المدعي العام في مدينة فرانكفورت في بيان إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه بهم وتتراوح أعمارهم بين 20 و28 عاما خلال عمليات دهم في مدن كاسل وهانوفر. وشارك نحو 500 من أفراد الشرطة في عمليات الدهم التي جرى خلالها تفتيش 8 شقق سكنية. وحصلت الشرطة على تحذيرات من قبل لاجئين سوريين آخرين تضمنت معلومات تفيد بأن المعنيين تقدموا ببيانات خاطئة حول هوياتهم، إضافة إلى تفاصيل أخرى رفضت الشرطة الإفصاح عنها. مدارس ابتدائية في يوتبر تبعث برسائل لأهالي الطلاب بهدف توعيتهم من مخاطر تطبيق يستعمله الأطفال عبر الهاتف المحمول بهدف التعارف والمواعدة، حيث جاء بالرسالة ضمن جملة أمور أخرى ضرورة الحديث مع الأطفال عن الأخطار التي قد تنجم إذا استعمل هذا التطبيق الذي يدعى يلو، وهو موجه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 17 عاما، وهو نسخة شبيهة بتطبيق المواعدة تندر بين البالغين، إلا أنه يتيح إمكانية التواصل المباشر عبر تطبيق سناب شات في حال تم القبول من الجانبين. تكمن خطورته بأنها تتيح لأشخاص بالغين إمكانية التواصل مع الأطفال لدوافع قد لا تكون جيدة على الإطلاق. مدينة ستوكهولم تشهد اليوم سقوط كميات متفاوتة من الثلوج ما أثر على حركة المرور المحلية وبالأخص حافلات النقل التي توقفت حركتها وسط المدينة بالكامل. وقررت شركة النقل الوطنية وقف جميع الرحلات إلى ستوكهولم بعد معوقات التأخير الكبيرة التي واجهتها على جميع الخطوط تقريبا في كل الاتجاهات. وقال المسؤول في القسم الصحفي للشركة إن حافلات النقل تسير على إطارات تناسب جميع الأحوال الجوية، لكن الطرق الزلقة وفي هذه الحالة نوع الإطارات لا يساعد، كما أن هناك تأخيرات في قطارات الأنفاق وقطارات الضواحي. في الوقت نفسه ستنسحب نحو السويد المزيد من السحب الماطرة القادمة من الجنوب الغربي، ما سيزيل الثلوج المتجمعة أو البعض منها. بهذا تنتهي نشرتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء.
هذه النشرة برعاية ليبا بريد، SC موبلر.